احنا بحي النور شارع التل مقابيل بين المجسر المثنى وبين مجسر المعارض. احنا صار لنا طبعا هاي المنطقة بالثمانينات مبنية. مقابيل هاي البيوت هاي المنطقة الخضراء اللي هي من أملاك الطرق تعتبر يعني مقتربات مع الطرق والجسور، أرض خضراء غير قابلة للبناء وغير قابلة للعمل أي مشروع، فقط منطقة خضراء وغير قابلة للإيجار. تفاجأنا قبل كم يوم أنه الجماعة الأعزاء أخواننا بالبلدية معلقين إعلان يريدون يأجروها هاي المكانات. على أي أساس يعني؟ إحنا نريد يصير شارع فرعي أو خدمي ممكن، أما ما يعني هسه إحنا دا نحكيها يعني الجماعة أخواننا وأصدقائنا بالبلدية إذا دي يجون يأجروها مشاتل رح يصير مشاكل. أنا ما أقبل واحد مقابيل بيتي يجي يسوي مشتل. فإحنا نترجى منكم أنتم باعتباركم الناطق الرسمي باسم أهل الموصل وانتم تحلون المشاكل، انه هاي المشكله لا تخلوها تتفاقم. هاي المنطقه راي بدون يسووها مشاتل، واذا صارت مشاتل ضررها الكبير راح يكون على الشارع العام اللي ما صار له شهر من الفتح بتعب وفتره كلش قصيره، وكان جهد مميز بالمجسر. بس اذا فتحت مشاتل راح تقف سيارات تنزل حمل مال مشاتل وسيارات الناس اللي راح تجي على المشاتل، فراح هذا الشارع يفقد اهميته، يصير بدون فائده، راح يبقى سايدين اقل من سايدين يعني مسارين للسيارات، وبهاي الحاله ما راح تستفاد، هذا الشارع يصير بلا فائده. وهذا هذه المنطقه اصلا ممنوع تتاجر، كيف البلديه ياجروها؟ ممكن مقاضاتهم حتى بالقضاء. على اي اساس يعني هم هاي المنطقه يسووها مشاتل؟ وهي تابعه لمن اصلا؟ المفروض تكون تابعه لطرق وجسور مو تابعه للبلديه. ناشد الجهات المختصه بالتراجع عن هذا القرار والتريث به واتخاذ الاجراء الصحيح الاسلم للمنطقه بالنسبه للبيوت وبالنسبه للشارع العام. احنا اول شيء اضرار البيوت اللي قدامنا راح تسبب زخم للمنطقه وتزخم على الشارع العام الرئيسي. هذا الشارع يعني طريق سريع وشارع دولي وبلش تو معمر جديد، يعني يفضل لو يسوون مثل خدمي مع هذاك الوقت يعني يحل الازمه، مو احنا نزيد الازمه انه شارع جديد وفتح وطريق المجسر مال المعارض وطريق المجسر مال المثنى وشارع سريع ودولي ويجي يفتح لي مشاتل تسبب الزخم لوقوف السيارات اللي راح تنزل تشتري النباتات او السيارات اللي تحل لوريات اللي تفرغ الحمل للمشاتل، هذه كلها تسبب ارباك لطريق سير المرور، وبذلك تسبب زخم للمنطقه وارباك للمنطقه. راح يصير ازدحام بالافرع ويصير ازدحام بالشارع الرئيسي. راح يصير حيل ازدحام بالشارع الرئيسي، راح تقف سيارات كبار تنزلون حمل مال مشاتل. فاحنا نطالب شارع خدمي بمكان مسؤول البلديه المشاتل. يعني اصلا هاي تابعه للطرق والجسور، يعني ما تابعه للبلديه.